ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين وفي خير وفي صحة وسعادة وسلام. حصل لي موقف اول مرة يحصل لي في حياتي، ضايقني الحقيقة، بس كان لازم اكمل الفيديو. يعني قلت لا، اعمل فيديو افضل واحاول اخرج الحاجات اللي انا متضايق منها بسرعة معاكم اكتر. يعني انا كنت جايب ازازة عطر جديدة جربتها، جايبها بقالي 3 ايام تقريبا، وللاسف وانا جاي اقعد اصور الفيديو عشان اكلمكم حالا دلوقتي، الازازه موجوده في الكرتونه بتاعتها او العلبه الكرتون بتاعتها، البوكس بتاعها وقعت على السيراميك، فلقيت الكرتونه عماله تطلع يعني برفان وعطر وحاجات كده. ف ده كان المنظر. يعني العلبه كانت زي ما انتم شايفين، العلبه مش عارف باينه ولا لا يعني، بس العلبه مبلوله خالص. يعني لو انتوا شايفين كده، يعني من جوه كده العلبة كلها اتبلت للأسف. العطر اهوت، هو ده زي ما انتوا شايفين كده تقريبا، هو كله اتدلق على الأرض ما عدا معرفش بقى 20 30 مللي. الإزازة سودة، ف لسه معرفتش باقي فيها قد ايه، مش عارف هي باقي فيها قد ايه. من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل لك هو إنك تفقد إزازة عطر، خصوصا الناس اللي بتحب العطور، خصوصا الناس الشغوفة بالعطور. يعني بيبقى مش من الحاجات اللطيفة ان انت تفقد عطر او يقع يتكسر منك، لكن على اي حال الحمد لله، واكيد اكيد اكيد يعني قدر الله ما شاء فعل. اهم حاجة يعني ان احنا بصحة كويسة وكويسين، ومع ذلك بنلتقي وبنتكلم. يعني عشان ما اطولش عليكم كثيرا، انا اصريت ان انا برضو لازم اتكلم عن العطر دوت، لانه مهم جدا ان احنا نعرف عنه يعني معلومات، خصوصا العطر ده. العطر ده في منه نسخة اسمها راين، العطر ده اسمه راين انتنس انسنس، في منه نسخة اسمها راين بس انا دي ما جربتهاش الحقيقة، لكن بيقولوا ان هي الى حد ما فيها شبه منه، بس ده اكثر خشونة شوية. العطر ده انا كنت يعني عايز اقيمه بناء على اكتر من تجربه في خلال الايام البارده اللي فاتت او الامسيات البارده اللي فاتت. العطر ده عطر عنيف جدا، لذلك انا ما انصحش حد يشتريه شراء اعمى خالص، هذا لا يصلح للشراء الاعمى. يعني ده لازم تجرب منه سامبل مره واتنين وتشوف تدرجاته على جلدك، لانه بيختلف جدا من الوهله الاولى لحد اخر ساعه على جلدك، في اختلاف حقيقي ملحوظ وواضح. العطر بيبدأ معاك بقنبلة من البخور، بخور ليس ناعم. يعني مثلا انا شميت في جوتشي انتنس عود بخور ناعم جدا مع العود، كان حلو قوي، لكن هنا بخور مش ناعم، هنا بخور خشن جدا ذكوري جدا مع الليذر مع الجلود، والجلود اللي هنا مش جلود حلوة او مكسورة بأي حاجة، هي جلود مع بخور. الميكس ده عامل دخان جدا، سموك قوي في كل حتة، العطر جدا مدخن. العطر اتدلق للأسف في 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 قطعة من الريسبشن يعني بتاع شقتي. من الواضح ان انا هجرب العطر ده 300 ألف مرة في اليوم، يعني الريحة مالية الجو. يعني كنت مجهز ورقة تيست، بس واضح كده ان هي مبقاش ليها لازمة يعني. هي بس خلاص، شكرا. الحاجات دي، العطر ده بقى كمان الظريف فيه انه لو انت مدخن، العطر ده مع السموك بيتفاعل تفاعل كبير. انا ليه بقول كده؟ للاسف انا مدخن وربنا يعافيكم جميعا. يعني لو انتم مدخنين، انا بس بتكلم في فكره انه لو انت مدخن فالناس بتخاف انك انت، يعني انت اغلب المستخدمين العطور بيخافوا يستخدموا عطور لحسن ما تتفاعلش مع الدخان او تعمل ريحه في النهايه سيئه. لا، ده مش موجود في راين اللي من دار ايتات دي اورنج. بالمناسبه في عطر انا استخدمته من نفس الدار دي، انا بديله جايزه احسن عطر بالنسبه لي انا استخدمته في 2021، وهو عطر اكسبيرمنتوم، نقاء تدرج فواحان اسطوري ثبات اسطوري. الدار دي بصراحه تقدم اشياء قيمه جدا، لكن العطر ده يحتاج الى كثير من المراجعه. زي ما قلت لك، قنبله من البخور ممزوجه مع الليذر الخشن جدا، بيعمل لك افكت دخان سموك شديد، بعدين بينتقل معاك على حاجه اسمها الالديهايد. انا
مش من الناس قوي اللي بتشجع ان نوتة الالدهايد تتحط في العطور اللي من النوع ده. الالدهايد دي حاجة كده عاملة زي كأنها نوتة نظيفة، كأن حاجة مغسولة. فالالدهايد انا ما شجعتش وجوده هنا قوي، لانه ادى ريحة تحس ان هي فينتج جدا، او ريحة عمرها اكتر من 200 سنة. تحس ان ريحة العطر ده كأنك دخلت يعني بهو قصر قديم جدا جدا، معتق يعني صعب جدا، سوداوي للغاية. ومع ذلك مجرد ما بينتقل لقلب العطر بتشم الورد والايرس، وبعدين بيظهر اللابدنوم اللي بيخلي العطر ده كريمي وبلسمي جدا. لاحظت ملاحظتين في العطر ده. الملاحظة الاولانية، وانا بدخن والعطر ده انا حاطه، انا بشم رائحة يعني سياج في الجو رهيبة جدا يعني. وخدت عليه كومبلمنت من ساعة ما ارتديته، من اول مرة لتاني مرة لتالت مرة، كل الناس اللي حواليه انت حاطط ايه، الريحة دي حلوة قوي. بس كلهم اجمعوا على ان الريحة دي مش مفهومة قوي يعني، او مش كل الناس هتفهمها. الناس اللي زارت مصر قبل كده او اللي من مصر، الريحة دي شبه الحسين، شبه شارع المعز، شبه الطوب القديم قوي، شبه الابنية اللي من العصر الفاطمي مثلا. فتحس ان هو عطر كبير قوي او قديم او عتيق جدا. الحاجة التانية، العطر فيه اجواء روحية كده، تحس ان هي محرابية كنسية، الاجواء التعبدية دي. العطر ده كمان من ضمن الحاجات الملفتة للنظر اداؤه قوي جدا يعني. العطر ده فوحانه بتتكلم في 3 ساعات مرتاح، بتتكلم في الثبات بتاعه ممكن يقعد يومين على الهدوم او اكتر. كمان اللطيف في العطر ده انه استخدامه في الشتاء او في الايام الباردة بيعمل سلاج في الهواء يعني، بيعمل فوحان جامد جدا في الهواء بصورة كبيرة قوي، وبيبقى ملفت جدا للانتباه. كمان في نقطة هنا معمول الباتشولي كما قال الكتاب، يعني الباتشولي الاخضر الارثي، تعرف انت الباتشولي بيديك رائحة ترابية طينية خضراء كده عشبية، برضو معاها الاوكموس اللي هو بالعربي طحلب البلوط، وده بيديك ريحة شجرية خضراء ايضا مع الريحة الارثي الطينية اللي بيديها الباتشولي. عطر دارك سوداوي غامض يعني جدا. لكن الحقيقة تجربتي معاه كانت ظريفة، ما تقبلتوش في البداية لاني شريب بلين باي، بس مع التجربة مع السموك مع الدخان كان هايل جدا. العطر ده انصح جدا ان الناس تجربه، لانه ما ينفعش تبقى انت يعني كوليكتور بيرفيوم او حد بيحب العطور وما يعديش عليك مثلا حاجة زي العطر ده. لازم تجربه وتاخد فكرة عن النوعية دي من العطور. ده كان حديثي مع العطر او عن العطر لحضراتكم. العطر فعلا قيم وجيد جدا، انصح الناس ان هي تستخدمه قبل ما تشتري. العطر اظن سعره اظن $100 حاجة زي كده، سعره جيد جدا بالنسبة للاداء والبرفورمانس. ولو انت بتحب الروائح الخشنة الدارك السوداوية اللي من النوع ده زي ما انا وصفت لك البخورية قوي، ممكن ارشح لك انك تستخدم ده يعني ايه، وتحاول ما توقعش منك عشان ما يكسرش. الحمد لله على كل شيء. شكرا جدا ليكم، مبسوط جدا ان كنت معاكم، ده خفف عليا حدة الالم ده يعني. طيب الله صباحكم ومساءكم، دمتم في خير وعلى خير. السلام عليكم.